أجرى الملك محمد السادس يومه الاثنين 31 من غشت 2020 مباحثات هاتفية مع تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. وحسب بلاغ الديوان الملكي فإن المباحثات تندرج في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والتي ارتقت بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية الذي وقعه الملك والرئيس تشي جين بينغ خلال الزيارة الملكية لبكين في ماي 2016. وتطرقت المباحثات الهاتفية بين الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الصين الشعبية لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات ولا سيما الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية. كما بحث الملك والرئيس تشي جين بينغ الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد-19. وشكلت المباحثات أيضا فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبرية أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وتناول قائد البلدين أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد-19.